السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في قناة أم محمد. إذا أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوا الضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو تنضموا لعائلتنا وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان كل ما ننزل فيديو يجيكم إشعار، وما تنسونا كمان من اللايك. اليوم إن شاء الله حبيت أشارككم روتيني أسبوعي للعناية بالبشرة، تكشير وتفتيح وتوحيد لون، وبجد يعني روتين فاخر من الآخر. فبس قبل ابدا الفيديو احب اقول لكم انه عندنا ثلاثه يعني مخمريات، اخر ثلاثه مخمريات من الصندل ومسك عبد الصمد القرشي، جميل جرام ومحمد شانيل. وفي بعض الاخوات صراحه انا وجدت تعليقاتهم منهم بيسالوا من الاسعار، فبرضه حتلقوها ان شاء الله على الانستغرام. فيلا نشوف ان شاء الله اول حاجه معنا اللي هي حتكون المقشر. طيب بالنسبه للمقشر هستخدمه، وطبعا ده يعني اختياري، حديكم عدد من البدائل ممكن تعملوها. ده هنا بيض الكافيار، طبعا الفترة الأخيرة يعني انتشر واشتهر جدا بأنه يعني بيوحد لون البشرة جدا، وبجد يعني عن تجربة حاجة يعني جميلة جدا جدا. مشكلته الوحيدة أنه هو غالي، فممكن تتخلوا عن بيض الكافيار تجيبوا الشوفان. الشوفان متوفر، لكن تجيبوا الشوفان النوع ده بيكون زي شكل أغراس، مش الشوفان الثاني في الأكياس. خلاص بجد حلو شديد. برضو كمان جربته، وان شاء الله حعمل معاكم الخلطة اليوم. في البداية حناخد جزء من الكافيار. خلاص طبعا بيض الكافيار بيتلاقي بين لونين، لون الاسود واللون المائل البرتقالي او احمر هو في الحقيقة، اللي هو عشان ما انسى كمان عيبه كمان انه رايحته يعني ما جميلة، حتى بس تكونوا عارفين. المهم حنشيل، حنعمل منه مقشر. طبعا حناخد كمية من بيض الكافيار ونخلطها سواء كان بالخلاط او باليد الهون عادي. تمام، نشوف ان شاء الله الخطوه الجايه. انا كده وضعت من النوعين، وبعد كده حاخلطهم واجي اوريكم ان شاء الله المكونات الثانيه. ده شكله بعد خلطناه، طبعا بيكون القوام هلامي، وطبعا يعني معروف عن الكافيار انه كمان جميل جدا للشعر. فيوم ثاني ان شاء الله حعمل معكم الخلطه حقت الشعر. مفيد طبعا كمان للناس عندهم تجاعيد، يعني احنا ناس الاربعينات ده مفيد جدا لنا. فيلا نشوف بعد كده حنضع هنعمل منه كذا حاجه، يعني ما هنعمل منه مقشر بس، ان شاء الله حتتابع معي الحلقه وتشوفوا. هنعمل في الاول المقشر. طبعا دائما لما نقول مقشر معناته حنضيف معاه حاجه صلبه شويه، يا اما سكر يا اما قولوا معي بذور عنب يا اما شوفان، دي كلها حاجات ممكن تضيفوها مع المقشرات. هنا حنضيف شويه من السكر وشويه من الشوفان. اضفت هنا ملعقه واحده من السكر العادي حبيبات، وبالنسبه للناس يعني بشرتهم حساسه ممكن يضيفوا سكر بودره. خلاص بعد كده حنضيف قليل من الشوفان. الناس اللي بيعانوا يعني من جفاف في البشره ممكن تضيفوا قليل جدا من الزيت، لكن الكافيار ده لانه اصلا هو يعني قوامه هلامي فما بيحتاج بالنسبه لناس البشرتهم عاديه انه يضيفوا زيت. خلاص بعد كده طبعا حتضعيه على البشره عادي جدا، شايفين القوام بيكون بالطريقه دي، ما حيكون يعني تقيل، حيكون كده. خلاص تضعيه على البشره وحيبدا يعني يجف، بعد ما يبدا يجف تدلكوه بحركات دائريه وتغسليه بالمنظف اول بالصنفرة اللي عندي، وانا حشاركم الصنفرة الموجودة عندنا. قبل بس امشي للصنفرة، حتى انه الناس اللي ما يعني تلاقي عندهم بيض الكافيار او ما متوفر، يعملوا شوفان مع زيت جوز هند وقليل جدا من السكر، او ممكن سكر وزيت جوز هند وقطرات من فيتامين اي، دي كلها خيارات ممكن تعملوها. بالنسبة لجل الاستحمام ممكن تستخدمي أي نوع عندك، لكن هنا صراحة عاملة واحد اللي هو ببذور العنب ومسك وجل شفاف من الاستحمام. ممكن تستخدمي يعني أي صابون سائل شفاف، تستخدمي مثلا صابونة الجلسلين وتعملي بها الصنفرة دي، بجد جميلة جدا جدا، خاصة إنه بذور العنب يعني بتزيل التصبغات، بتزيل حتى الكلف، يعني بجد سمحة شديد صراحة. فممكن تستخدموها
ويعني مكوناتها بسيطة جدا وما مكلفة. يعني بعد تستخدموا العنب تستخدموا البذور حقته بجد بتفرق كتير. فدل الناس المتوفر عندهم ممكن يعملوها. إذا ما متوفرة تعملوا مثلا صابونية النيل الزرقاء تكلمنا عنها قبل كده في القناة موجودة، لكن تضيفوا لها يعني قطرات من دهن الصندل. وحتى هنا أنا ضفت المسك ليه، لأنه صراحة يعني البيض الكافيار رايحته ما جميلة، فحتى إنه يزيل لي الرايحة تمام. بعد كده هنعمل ماسك للوجه لتوحيد لون البشرة ولإزالة التصبغات. الماسك ده جميل جدا جدا، ياريت لما تعملوه على الأقل تتركوه 25 دقيقة يعني أو 20 دقيقة تمام. هنحتاج فيه لملعقة واحدة من العسل، وهنحتاج لملعقة واحدة من خليط الكافيار. لو ملاحظين بيتقل شوية بعد يعني يتعرض للهواء. هنخلطه كويس. طبعا الفترة الأخيرة يعني انتشر استخدام الكافيار، وحتى في الكريمات التجميل بتلقوه متوفر، ولكن زي ما قلت لكم انه مشكلته هو يعني غالي شوية. فدايما حاولوا انه يعني اشتروه بنفسكم واعملوه. بعد كده هنضيف حبة واحدة من فيتامين اي وحركة كويس. طبعا هنضع على يعني وجه يكون مغسول كويس ومجفف، وبعد كده هنضع الماسك يكون ده القوام حقه. بجد الماسك ده جميل جدا جدا، يعني حتى يعني بتحس انه وجهك كده مورد وفيه نضارة. فهنتركه على الوجه لمدة 20 زي ما قلت لكم، من 20 ل 25 دقيقة، وبعد كده تغسلوه ونشوف اخر الخطوة اللي هي هتكون الترطيب. اخر شيء نجي للترطيب. طبعا يفضل دائما في الصيف تستخدموا يعني اشياء او كريمات ترطب فعلا، ما يكون قوامه دهني خلاص. فممكن تستخدموا اوليفيرا ايس اللي هو ده بيكون يعني بجد حلو شديد، وحتى يعني بارد جدا على الجسم صراحه. او برضو كمان جيل الطماطم بجد يعني حبيته جدا جدا برضو، يا هدى حلو شديد صراحه. أوليفيرا جل برضو جميل جدا جدا، ممكن نتحايل عليه شوية يعني نشيل شوية من جل الأوليفيرا مع أي نوع من أنواع الزيت وتضربيهم كويس جدا لحد ما يتكون معاكي قوام كريمي. كذا مرة عملنا الطريقة دي. أنا هنا عندي أصلا جاهز اللي هو ده شكله بيكون بالطريقة، زيت لوز مع جل أوليفيرا بتخلطيهم كويس جدا لحد ما يتكون عندك القوام الكريمي ده. بجد يعني مفيد جدا جدا في ترطيب ونضارة البشرة. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. وطبعا الترطيب يعني بالضرورة حتى أنا ذكرتها دي، ممكن يعني تعملوا ترطيب لبشرتكم بأي نوع من أنواع الكريمات المتوفرة. وأتمنى إن شاء الله أن أكون أفدتكم ولو بالقليل. ما تنسونا من صالح الدعاء مشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، وكون جدا شاكرة وممتنة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.